السلام عليكم جميعا وحياكم الله لليوم العالمي لقابلية الاستخدام اللي هو يصادف تاريخ 11 نوفمبر في كل سنة، وراح نحتفل في هذا اليوم بالكويت في إنشاء مجموعة جديدة سميناها Accessibility كويت، والهدف منه راح نتكلم فيه بعد شوي مجرد توعية وشمل الأشخاص مع بعض اللي مهتمين في هذه المجالات. فاليوم معكم أنا بنفسي دكتورة زينب المعراج، وعندنا مهندسة شوق شمة وأستاذ أحمد البحر، نتكلم في كذا جانب باليوزابيلتي وإمكانية الوصول، فقابلية الاستخدام وإمكانية الوصول. فبعض المعلومات عن المجموعة، فإحنا راح نحاول نخلي المجموعة شاملة للجميع بقدر ما نقدر، فنحاول نوفر الكابشنز بالعربي والإنجليزي ونترجم اللغة، إذا تكلمنا في اللغة العربية نترجمها في الإنجليزي عشان الكل يحس نفسه شامل وما قاعد ننسى شريحة معينة من الناس. غير هذا نحاول أن هالأشياء تساعد الأشخاص من ذوي الإعاقة أن هم يحضرون مجموعاتنا ويستفيدون ويتعلمون ويساهمون في توعية غيرهم في احتياجاتهم التقنية. فراح ننشر كل المواد من تسجيل وغيره والسلايدز على اليوتيوب تحت اسم المجموعة اللي هي A11Y الكويت. فشنو هو A11Y؟ احنا نسميها short for accessibility. ليش الـ 11؟ لأن accessibility is made of 11 words, 11 letters, 11 حرف في الكلمة، فيختصرونها إلى A11Y. ممكن نقولها A11Y، ممكن نقولها ally أو ally، وممكن نقول accessibility. فكل واحد ممكن يسمع مجموعة أخرى مسمياتها تكون غير. فشنو أهداف المجموعة؟ هدفنا الرئيسي هو نشر الوعي بإمكانية الوصول وكل شيء يتعلق بتعزيز تجربة المستخدم لأي مستخدم لتكنولوجيا كان أو أي نوع من التكنولوجيا كان. شيء ثاني أننا بنتكلم عن أحدث المواضيع، تكنولوجيا المعلومات المتعلقة في إمكانية الوصول والتصميم الشامل وسهولة الاستخدام اللي هو قابلية الاستخدام. اليوم راح نتكلم عن أو قسمنا اليوم إلى ثلاث أجزاء. الجزء الأول راح يكون اللي أنا راح أقدمه، وراح أتكلم عن مفاهيم قابلية الاستخدام وتجارب الاستخدام، راح أتكلم عن تجربة المستخدم وعن إمكانية الوصول. وفي الجزء الثاني راح يتكلم معنا أستاذ أحمد البحر ونشوف معاه شلون يتصفح وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام قارئ الشاشة وتجربته ككل كشخص من المكفوفين. الجزء الآخر اللي عندنا مهندسة شوق شمة راح تتكلم عن وضع وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت من جانب إمكانية الوصول وتجربة المستخدم. فعشان نبدي، أول شيء ودي أشكر المجموعات اللي ساهمت في إنشاء هذه المجموعة الجديدة، منها المجموعات مبرمجين جوجل الكويت، منظمة نساء عربيات في تقنية المعلومات، وعندنا مبرمجين نسائيين، مجموعة مبرمجين نسائيين، والسبونسر اللي هو الراعي تك كونكت. فشوي عني أنا، أنا عضوة هيئة التدريس في جامعة الكويت، تخصصي يتعلق في كمبيوتر جرافيكس، فجانب الجرافيكس والتفاعل الإنساني مع الكمبيوتر Human Computer Interaction، وغيره من بعض المجالات. تخصصي الحالي هو في إمكانية الوصول وتجربة المستخدم نفسهم، فعشان كذي جبنا لكم شوي من معلوماتنا وشارككم فيها اليوم. أشوف في وايد جوانب مثلاً أشتغل فيها بجانب حقوق الإنسان في كذا مؤسسة في الدولة، وغير هذا عندي مجموعات تقنية ذات طابع تقني
أنشأناها خلال الكم سنة اللي فاتت، وشركتي الخاصة في مجالات تطوير البرمجية والإمكانية الوصول وتجربة المستخدم. إنزين، نبدي بالتعريف. التعريف الأول اللي عندنا هو قابلية الاستخدام، أو ممكن نسمعها أو الناس يقولون عنها سهولة الاستخدام. فإذا نبي نعرفها نقول هي مدى إمكانية استخدام نظام تفاعلي من قبل مستخدمين محددين لتحقيق أهداف محددة بثلاث طرق: فعالية، بكفاءة، ورضا، ويكون في سياق استخدام محدد. إنزين، شنو معنات كل هذا؟ إمكانية استخدام نظام تفاعلي. النظام التفاعلي قد يكون أي نوع من التكنولوجيا، قد نتكلم عن application، نظام تطبيق الواحد يستخدمه، ممكن نتكلم عن صفحة إنترنت، website، ممكن نتكلم عن نظام كسيستم مدرج داخل المؤسس، داخل مؤسسة مثلا أو غيره. المستخدمين اللي نجيبهم حق قابلية الاستخدام هو شخص شغلته يستخدم هل برنامج. قد يكون شخص عام يستخدم برنامج طلب مثلا، قد يكون شخص مخصص في شركة يستخدم نظام مخصص له هو ينجز احتياجاته. فلما نسوي قابلية الاستخدام، الهدف هو أن نشوف كيفية استخدامه، هل يقدر يسوي شغلته المحددة أو مهمتها بفعالية، وهل قد يقدر يسويها بكفاءة مرضية، أو هل يكون هو راضي عن اللي قاعد يسوي لما يخلص. فمن وين جت قابلية الاستخدام؟ مفهومه هو بالضبط طلع من معيار عالمي وسمى بيئة العمل لتفاعل النظام البشري أو ergonomics. والفكرة أن هالمعايير تسهل للناس معرفة الطرق المعينة اللي ممكن ينشئون فيها برامج أو أدوات تسهل على الشخص استخدام الجهاز أو التطبيق. إذن قلنا عن الثلاث مقاييس توا، واحدة فيهم الكفاءة، والثانية الفعالية، والثالثة الرضا. إذن خلينا نعرف شوي أكثر منهم. إذا كانوا ثلاثتهم موجودين عندنا، راح نقدر نستنتج إن هالسيستم usable، قابل للاستخدام. إذن الأول اللي قلنا الفعالية هي سمة واحدة منهم تركز على القدرة على إنجاز المهمة كلها، هل قدر ينجزها أو ما قدر ينجزها. ولما نقيس نطالع من جانب معدل نجاح ودقة وكمالية الإنجاز نفسه. وإذا شفنا الكفاءة، هني نطالع مدى إنجاز المهمة باستخدام كميات مقبولة من موارد، قد تكون جهد بشري يحتاج الشخص أن يسويه عشان يوصل للمعلومة أو يوصل لإنجاز المهمة، قد تكون موارد مالية ممكن لازم ينزله، يشتري، يطول عليه الجزئية أنه يوصل حق إنجاز المهمة. قد تكون شغلة مادية، ممكن تطبيق يبي يوصله بس موجود على نظام معين ومو موجود على نظام ثاني ومو قادر هو يستخدم هذا النظام. فهذه تحت الكفاءة. المعيار الثالث عندنا الرضا، هي مدى تلبية تجاوب المستخدم الجسدية، معرفية، عاطفية ناتجة عن استخدامه هو للجهاز وتوقعاته. ممكن هي يقول والله أنا مفروض أطلب كذا، بس إذا خلص وأنت خلص المهمة قال والله أنا ما قدرت أطلب كذا، أو طلبت كذا بس ما كان اللي أبي، right؟ فهذه من المقاييس اللي نطالعها في داخل قابلية الاستخدام. إنزين، شلون نسوي تجربة نفسها؟ نسميها تجربة قابلية الاستخدام، إن نعرف شلون المستخدم قاعد يستخدم أداتنا أو أدواتنا التكنولوجية، نسميها usability testing بالإنجليزي، وتجارب قابلية الاستخدام باللغة العربية. عندنا مثل ما موضح هني صورة شخصين قاعدين على كراسي بينهم كمبيوتر واحد، البنت قاعدة تطالع الكمبيوتر والولد قاعد
وريها شون أو يدليها على التطبيق اللي لازم تجربه. زين، هذا أحد الطرق اللي ممكن نجرب فيها برنامج. نقعد مع شخص نطلب منه أن يستخدم هذا البرنامج. هل الأشخاص اللي نجيبهم حق قابلية الاستخدام أو تجارب قابلية الاستخدام قد يكون عامة الناس كلهم، قد يكون بشكل خاص مثلا أشخاص من ذوي الإعاقة بشكل خاص، عشان نشوف إذا التطبيق نفسه أو البرنامج يقدرون يستخدمونه أو لا. طبعا غير كذي ممكن يكون أشخاص محددة، كمثلا مهنتهم محددة أو عمر محدد أو غيره من المجتمع. وعندنا بعد تجارب قابلية الاستخدام مو لازم تكون وجود الأشخاص مع بعض، قد يكون عن بعد. ممكن أنا أكون موجودة هني، شوق موجودة في مكتبها، أطلب من شوق أن هي تجرب ويب سايت معين كنت مسويته وتشاركني شاشتها وأسجل من معاها وأشوف طريقتها حق استخدام الشاشة البرنامج عشان تنجز مهمة أعطيتها إياها. قد أوثق هالشيء بشغلتين، شاشتها أسجلها، قد أخذ أو أسجلها مع الكاميرا أن أشوف هي شلون مدى تفاعلها، مثلا إذا كانت محبطة غير محبطة، أدرس هالموضوع بعد ما أخلص التجربة معاها. فهذه الطرق. إنزين، هذا يودينا على المفهوم الثاني اللي هو تجربة المستخدم نفسه. إحنا تونا تكلمنا عن قابلية الاستخدام اللي هو شلون الشخص يستخدم الكمبيوتر فعلياً في actively أو بالوقت نفسه. إنزين، تجربة المستخدم تختلف في إنه طالع الشخص استخدامه قبل، خلال وبعد. إنزين، فتشوف تصورات الشخص وتجاوبه مع المنتج واستخدامه في كذا جانب. هم هذا مستقطب من معيار عالمي يطالع قدرة الناس على استخدام النظام، ويشمل فيها عواطف المفضلات للشخص preferences، وهم يطالع السلوكيات وإنجازاته خلال الاستخدام. هنا عندنا صورة موضحة شوي في الانترسكشن of user experience مع usability. إنزين، شلون يشتغلون مع بعض أو وين موقع واحد للثاني بالنسبة للثاني. فاليوزر experience مثل ما نشوف بشكل أفقي يأخذ الexpectation، يطالع توقع الشخص من التطبيق، يطالع satisfaction اللي هو رضا الشخص أو هل سوف توقعاته، والfulfillment of expectation وهو الوفاء بالتوقعات. ونشوف بالنص أن usability يجي في موقع معين اللي هو actual use، وقت الاستخدام نفسه. فهني وين يطالع satisfaction، وليس فقط مستوى الرضا تحت user experience، يطالع في شكل دقيق ويطالع الإفكتفنس اللي هو الفعالية، والإفشنسي اللي هو مدى سهولة الاستخدام. هذول الجانبين الأكبر من متعلقين في التصميم وشلون نستخدم الأدوات، مثلا كانت التكنولوجيا في كذا نوع من أنواعها. الجانب الثالث هو إمكانية الوصول بشكل أدق. ممكن نقول هو جانب الأصغر منهم الاثنين. فهني طالع مدى قدرة الشخص على استخدام نظام تفاعلي، لكن مع الأخذ بالاحتياط، مستوى مثلا رؤية الشخص، مستوى سمع الشخص، مستوى فهمه، مستوى إدراكه وحركته الجسدية وغيره. إنزين، ليش قد أنا أبني نظام أو أصمم نظام ما يذكر أو ما يفكر في أن مثلاً مستوى نظر الشخص قد يكون ضعيف اللي قاعد يستخدم البرنامج؟
إنزين إذا سويت كذي هل معناته أن الشخص راح يقدر يستخدمه بكفاءة عالية؟ إذا جربنا تجربة قابلية الاستخدام راح يبين أن مثلاً هالشخص ما راح يقدر يستخدمه بكفاءة إذا كان في نقص في مثلاً الألوان المبينة على الابليكيشن أو الويب سايت أو غيره. فالفكرة مثلاً كهول إكزامبل تباين ألوان، هني خذت سكرين شوت من داخل ويب سايت بالفوتر اللي هو في نهاية الويب سايت تحت في كذا لينك، واللينكس هني موجود Terms of Service, Privacy Policy, Terms and Conditions, Website Cookies، وفيها صورة تحت. إنزين إذا شفنا Terms of Preferences هني اللون شوي غامج وراه أبيض بيكون واضح لأغلبنا، بس لما نشوف حق اللون الرمادي على الأبيض مستوى التباين الصورة من قدام لورا يعطي الإيحاء أنه ممكن مو الكل يقدر يشوفه، خاصة إذا كان تكست سمول. هني مكبرته لكم في هدف توضيحي فقط، لكن إذا كانت صغيرة فشلون الواحد يقدر يشوفها؟ الأفضل أن أغير كل الألوان الرمادية إلى لون أسود عشان يكون مستوى أو نسبة التباين بينهم أعلى. عندنا مثلاً الصورة. الصورة هي أحد الأشياء اللي ممكن تكون مشكلة لبعض الناس، خاصة اللي يستخدمون قارئ الشاشة. الصورة إذا ما عندها توضيحي أو نص توضيحي نسميها نص بديل alternative text، الشخص ما رح يقدر يعرف شنو مضمون الصورة. وبعد شوي أستاذ أحمد رح يبين لكم شنو معنات إنه يكون في صورة أو فيديو ومو موجود لها نص بديل يشرح له المضمون. فعشان نخلص الجزئية الأولى، عندنا الصورة الحالية تبين شلون تجربة المستخدم هي النص الأعم والأشمل لقابلية الاستخدام وإمكانية الوصول، وكل جانب شلون طريقة أخذ المقاييس لها والتعرف على احتياجات الشخص، هل استوفيناها أو ما استوفيناها لما نصمم لهم برامج أو تطبيقات. كملخص، إذا كنا نبي نجرب أو نعرف عن سهولة الاستخدام أو قابلية الاستخدام، نفكر في الفعالية، هل يستطيع الشخص أن يفعل الشيء اللي يبي؟ نطالع الكفاءة، هل يمكنني أن أحل المهام بسرعة أو راح تطول؟ كم ضغطة زر لازم أسوي على ما أوصل للشغلة؟ والشغلة الثالثة وهي هل أشعر بالأمان أو بصحة جيدة أثناء استخدام المنتج من البداية للنهاية؟ وقابلية وتجربة المستخدم هي تشمل الثلاث أجزاء وليس فقط الجزء أثناء الاستخدام، الطالع قبل وبعد. فإن شاء الله يكون شيء استفدتم منه اليوم أو زاد من معلوماتكم في الموضوع وبشكل بسيط وشامل. والحين نحول على أستاذ أحمد نشوف معاه السوشيال ميديا اللي راح يشاركنا فيه، وراح يتصفحهم معنا. معنا أستاذ أحمد. معكم. حياك الله. الله يحييك. شيء يعطيك العافية دكتورة على تحصيل الفرصة لي. أساس بين حق الناس كيفية تعامل ذوي الإعاقة البصرية مع مواقع التواصل الاجتماعي. إن شاء الله. الموقع طبعا اللي راح نتعامل معه هو اليوم تويتر، طبعا بما أن أغلب المكوفين بالكويت يستخدمونه، خاصة أنه هو يعتمد على النص أو التكست بشكل كبير من ناحية المحتوى اللي فيه يعني. وطبعا في أنواع ثانية من المحتوى مثل الصور والفيديو، إن شاء الله راح نتطرق لها إن شاء الله في الشرح إن شاء الله. Meeting control. 1 retired.
pick volume voice late rate for rate rate volume volume مثل ما قاعد تشوفون حاليا هذه صفحة بوست على تويتر أو تغريدة على تويتر تغريدة نصية فإذا أنا بقرأها باستخدام الناطق link click link clickable article show Arabic verified account Arabic روسيا وسائل إعلام تابعة للدولة تحذيرهم بشأن المضادات الحيوية Arabic root.com خبير ينتقد استخدام المضادات الحيوية في علاج فيروس كورونا انتقد البروفيسور فلاديمير تجاولانوف كبير خبراء الأمراض المعدية في وزارة الصحة الروسية استخدام المضادات الحيوية في علاج فيروس كورونا Reply مثل ما شفتوا قرأ المحتوى التغريدة كلها طبعا من ناحية سرعة الناطق أنا مبطئ السرعة أساس أنه تقدرون بالضبط تفهمون شنو اللي قاعد يقول لي الناطق غالبا نحن نقرأ بسرعة أسرع من كذي أول شيء من ناحية الوقت وثاني شيء خلاص ومن مع الوقت الواحد يتعود مع الوقت الواحد يزيد السرعة أساس من ناحية الراحة من ناحية التصفح يصير أسرع هذه التغريدة طبعا نصية ما فيها أي مشكلة مثل ما شفتوا قراها بكل خلينا نقول أريحية وما فيها أي إشكال حتى لو انتهيت فعلاً تبي تكتب تغريدة نصية على تويتر ما راح تواجه أي مشاكل لو ننتقل حق التغريدة الثانية هني واحد المجلس لينك كليك خالد مو المجلس verified account المجلس تغريدة اليوم كاليدا ثوتس ايمج ريبلاي اوكي مثل ما شفتوا هني محطوط تغريدة اليوم بعدين قال لي ايمج الايمج هذه مو محطوط ما هو محطوط عليها الالترناتيف تكست او نص البديل مثل ما تكلمت عنه الدكتوره مساع فبالتالي هو الناطق نفسه ما شرح لي شنو مكتوب على الصوره فبالتالي انا ما راح اكون قادر على التعرف شنو الموجود على شنو اللي موجود بهذه الصوره وكثير طبعا من مع الاسف الشديد يعني كثير من الحسابات المختلفه على تويتر تعمل بهذا الشيء مع ان تويتر اضافت خاصيه الكتابه كتابه الكابشنز او النص البديل للصوره تقدرون تفعلون هذا بالاعدادات يعني حتى قبل ترسلون تغريدة أو قبل تسوون بوست حق التويت نفسه زين إذا أضفتوا صورة على تويتر أقصد على التويت تويتر نفسه راح ينبهكم إن الصورة نفسها ما فيها alternative text أو النص البديل فبالتالي أنتوا تقدرون تحطون أو تكتبون شرح للي مكتوب بالصورة مثلاً أو شرح للي قاعد يصير بالصورة أو حتى تقدرون تجمعون بين الاثنين حيث إذا كان على الصورة تكست وبنفس الوقت عليها نقول أو فيها شيء معين على سبيل المثال مثلا على سبيل المثال صورة الشخص اللي كان جالس على الكرسي اللي حطتها الدكتورة بالسلايدز من لوت الشخصين فلو أرفقتم هذه الصورة على التغريدة نفسها من خلال الإعداد هذا تقدرون مثلا تكتبون شرح أو وصف لما يحدث بالصورة وبنفس الوصف وبنفس الوقت إذا في نص تقدرون تكتبون النص اللي موجود بالصورة نفسها يعني على سبيل المثال التغريدة هذه مثلا
TechConnect Company, Kuwait, TechConnect. حياكم الله في أول برنامج توعوي تحت مظلة اليوم العالمي قابلية الاستخدام يقدمه 11Y Kuwait. انظم لنا والتعرف على ما هي قابلية الاستخدام وتجارب قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول الإلكتروني. يوم الأربعاء 10 نوفمبر الساعة 7 مساء. In English, a poster with the 11Y Kuwait logo, illustration of two people running a usability test. And showing the event title World Usability Day, date November 10th and time 7 p.m. in Arabic. باللغة العربية ملصق برنامجي مع عنوان الفعالية اليوم العالمي لقابلية الاستخدام يوم الأربعاء 7 مساء وصورة بين شخصين يعملون على كمبيوتر. مثل ما شفتوا النطق قرأ لي كل شيء موجود بالتويت. بما ذلك الوصف اللي مكتوب أو الكابشن اللي مكتوب على الصورة نفسها. الكابشن مثل ما تشوفون طبعاً كرالي وصل الصورة زائد النص اللي مكتوب. وبالتالي هذا المفروض اللي يصير من ناحية كتابة الكابشنز على الصور في تويتر. وأنا أتمنى من هذه المنصة إنه الجهات الحكومية تستخدم هذا الشيء، لأن مع الأسف الشديد لو تلاحظون أغلب أو إذا مو كل تغريدات الجهات الحكومية المختلفة عادة ما يحطون مثلا نص وصورة مثلا مو مكتوب عليها شيء، أو نص وفيديو، وغالبا الفيديو ما يكون في وصف، غالبا ما يكون في بس غالبا ما يكون كموسيقى فقط لا غير. يعني على سبيل المثال لو تبون تشوفون شلون الفيديو من ناحية إذا يدرج بالطريقة الصح بالتغريدة، على سبيل المثال هالتغريدة، هذا الفيديو اشتغل، لو نروح تحت راح نلقى هني الوصف مع الفيديو نفسه. Clickable Venice Art Installation will change the way. Clickable, the French artist Vincent Leroy debuted a new installation in the Venice canals, complete with 60 magnifying glasses. طبعا الوصف هذا مع الأسف الشديد أن الغلطة الوحيدة اللي سووها تويتر، الوصف هذا ما ينقري إلا على اللابتوب. أنا ما اكتشفت هذا إلا مؤخرا طبعا، بس إن شاء الله مع الوقت راح يتعدل هذا الشيء قريبا بإذن الله. راح يقدر الشخص يقرأ على الآيفون أو الأندرويد. بس مثل ما شفتوا الناطق قرأ لي الوصف اللي مكتوب تحت الفيديو بشكل كامل وفهمني بالضبط حسب اللي مكتوب، طبعا حسب اللي كاتب الشخص شنو موجود بالفيديو. من ناحية كتابة النص البديل أو الكابشنز على الصورة، مرة ثانية لازم الواحد ينتبه اللي شنو موجود بالصورة يحاول يوصفها خلينا نقول بشكل دقيق، زائد النص اللي مكتوب الصورة نفسها وهم يحاول يضيفها أو لازم يضيفها على الوصف اللي يكتبه على الصورة. طبعا هذا كان شرح بسيط، وإن شاء الله بإذن الله إن نشوف تغير إن شاء الله بشكل قريب من ناحية كيفية استخدام الناس لوسائل التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، من ناحية اعتمادهم بشكل كبير أو بشكل كلي على الكابشنز أساس يفيدون غيرهم من أخوانهم الكوفيين. شكرا جزيلا أستاذ أحمد على الشرح الموفي والأكزامبلز اللي حطيتهم، كلها فوائد مهم مثل ما قلت. أنا أركز على السوشيال ميديا لأن بحكم بعض الأشياء اللي حتى أنا قاعدة ألاحظها، خاصة خلال أزمات مثل أزمة كوفيد اللي مرينا عليها، وايد من معلومات ضاعت عن أشخاص ما قدروا يسمعون أو يشوفون مضمون الفيديوهات أو النص.
فمهم جدا أن نركز عليهم ونخلي كل واحد يكون قادر يكسب المعلومة بنفسه مستقل عن غيره وتكون معلومات شاملة للجميع. شكرا جزيلا. والحين راح تكمل علينا العفو إن شاء الله تكمل معانا مهندس الشوق مع شنو هي اكتشفت من منصات في الكويت خلال بحثها. حياك الله. يعطيك العافية دكتورة زينب، ويعطيك العافية أخ أحمد، كل الشكر لكم على المقدمات الجميلة هذه. أنا شوق شماء، تعرفت على الدكتورة زينب معراج خلال دراستي للماجستير، وهي كانت المشرفة لي على الأطروحة. درست معاها تجربة الاستخدام وقابلية الاستخدام. فاليوم إن شاء الله راح نتكلم عن إمكانية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. شنو يعني إمكانية الاستخدام؟ هي تحسين وتقييم سهولة الاستخدام واجهات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تصميمها طريقة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من تصور، فهم والتفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا القياس يشمل كل من قابلية التعلم، الكفاءة، وقابلية الحفظ، والإخطاء، والرضا. كيف نقوم بعمل محتوى يتيح إمكانية الوصول إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟ رقم واحد، نستخدم صور يمكن الوصول إليها. شلون هالطريقة هذه؟ في البداية لازم نحط نص بديل ذات مغزى. طبعاً خلينا نتكلم مثلاً عن تويتر وإنستغرام. أغلب وسائل التواصل الاجتماعي عندها حقل يسمى الالتي إيمج. فمثل ما تفضل الأستاذ أحمد ورانا وقال لنا أن الصورة مو عارف شنو محتواها، وبالذات مثلا عندنا هذا المثال، اذا دخلنا على قارئ الشاشه وشفنا شنو النص البديل اللي حاطينه حق الصوره، راح نلاحظ انهم كاتبين ايمج، يعني كاتبين فقط صوره بس مو واضحين هالصوره هذه شنو فيها معلومات او شنو فيها اشياء تفيد الناس ان يقرون التغريده بشكل صحيح او يفهمون التغريده بشكل صحيح. طبعا اذا ما توفر عندنا حقل النص ادخال النص البديل، نقدر نحط وصف الصوره تحت الصوره على اساس انه يكون متاح حق الجميع. الشيء الثاني اللي هو لازم نستخدم لغه واضحه. يعني شلون هذا الكلام؟ ان اول شيء نقلل النص ونركز على كتابه التغريدات او المنشورات بصوره واضحه وموجزه، مع عدم استخدام الكلمات والعبارات وايضا الاختصارات الغير شائعه وعلامات الترقيم نستخدمها بشكل جميل. مكفوفين ما يقدرون، قارئ الشاشه راح يسوي لهم عمليه ارباك، بالذات لما يكون في مثلا علامات ترقيم او علامات استفهام بشكل يعني ما له داعي، بشكل مبالغ فيه. عندنا مثلا هذه التغريده حاطين مثلا معالي وزير الصحه، الهاشتاجات مثلا هاشتاج وزير الصحه وكوفيد 19، يفضل انه يكون اخر الكلام بحيث انه تسهل عمليه قراءه النص من خلال قارئ الشاشه. بالنسبه حق التسميه التوضيحيه لجميع المحتويات الصوتيه، في البدايه دشيت انا على مركز تواصل اجتماعي، مركز تواصل حكومي عفوا، ودخلت على عده فيديوهات، لقيت ان اغلب الفيديوهات مثل ما تفضل الاخ احمد راح تكون موجوده فيديو ولكن في نص هو، ولكن من وراء راح يكون في مقطع موسيقي، ومرات ما يكون في نص بالاساس. فهذه الاشياء كلها تربك الاشخاص ذوي الاعاقه، فما راح يقدرون يشوفون او يسمعون هذه الاشياء الموجوده في التغريدات. طيب طبعا مع تطور الانترنت والتكنولوجيا، اغلب الاشخاص قاعده تدش على المواقع الالكترونيه عشان تتسوق الكترونيا، تبحث عن تطبيقات ومنتجات وخدمات. على الرغم من ان هالعمليه توفر الوقت والجهد، ولكن بعض المستخدمين عندهم مشاكل ويعانون ايضا من عيوب تصميم المواقع وايضا نقص المعلومات. مثل ما قلت لكم من شوية، أنا سويت أطروحة مع بإشراف الدكتورة زينب المعراج. من خلال هذه الأطروحة سويت تقييم تجربة المستخدم حق ثلاث مواقع أساسية، اللي هو موقع بنك الوطني الكويتي، وموقع كاريج، وموقع يوريكا.
هذول الثلاث مواقع كان تقييمهم بناء على خمس عوامل رئيسية. العامل الأساسي كان إن اللغة المستخدمة بالموقع تكون مفهومة، وتكون خدمة العملاء اللي موجودة في الموقع عندهم استجابة سريعة، وأيضا يكون عندنا أمن وخصوصية حق المعلومات، وأيضا عمليات الدفع الإلكتروني تكون آمنة في الموقع، وأيضا يكون تصميم الموقع بشكل يتيح سهولة الاستخدام، وأيضا يكون عندنا موثوقية ومصداقية للمعلومات المستخدمة بالموقع. بعد ما طبعا الأداة المستخدمة كانت في الأطروحة هي استبيان وزعناه على 100 شخص، بعد ما حللنا البيانات باستخدام SPSS اكتشفنا عدة نتائج. أول نتيجة كانت أن كل العوامل الخمسة اللي هم اللغة وتجربة وخدمة العملاء وخصوصية وأمن المعلومات والمصداقية والموثوقية وتصميم الموقع جميعها مهمة على أساس أنها تحسن تجربة استخدام موقع التجارة الإلكترونية في الكويت. وأيضا اكتشفنا شيء ثاني اللي هو أن كل ما زاد المستوى التعليمي للشخص كل ما زاد اهتمامه بالعوامل اللي تحسن تجربة استخدامه لمواقع التجارة الإلكترونية في الكويت. وأيضا اكتشفنا أن العمر كل ما زاد الشخص بالعمر كل ما قل اهتمامه بعوامل تجربة استخدامه عوامل تجربة تقييم تجربة استخدام مواقع التجارة الإلكترونية بالكويت. هذا ملخص الكلام اللي قلناه عن النتائج الأطروحة. والحين بنتكلم عن منصات التواصل الاجتماعي، وايضا انا شاركت مع ببحث مع الدكتوره زينب المعراج، كنا قاعد ندرس منصات وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي تويتر وانستغرام. درسناها طبعا احنا عارفين ان المواقع منصات التواصل الاجتماعي مهمه جدا بالذات حق الحصول على المعلومات، وكان هذا الشيء مهم بالذات في فتره فيروس كورونا المستجد. من خلال هالبحث كنا قاعدين ندرس عن موقعين من وسيلتين لوسائل التواصل الاجتماعي اللي هما تويتر والإنستغرام. طبعا اللي اكتشفناه في الإنستغرام اول شيء ان الناس انا نسيت اذكر نقطه، ان البحث اللي شفناه اللي سويناه كان حق تويتر وإنستغرام بس، ولكن بالذات للمكفوفين وصم الناطقين باللغة العربية. فكنا بنشوف شو المشاكل تواجههم في تويتر وإنستغرام، وبالذات خلال فترة فيروس كورونا المستجد وخلال فترة الحظر. فاكتشفنا في نتائج الإنستغرام أن أغلب الأشياء اللي تم نشرها بالإنستغرام تخالف تقريباً 70% من مستوى معايير النجاح في قابلية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأيضاً اكتشفنا أن المنشورات اللي هي مستواها عالي من حيث عدد المشاهدات هم هي تخالف بشكل أكثر معايير نجاح في قابلية الاستخدام. وأيضا أغلب منشورات الانستغرام ما تحتوي على نص بديل عشان يقدر قارئ الشاشة إنه يقراها بشكل صحيح. ومثل ما تشوفون معاي من خلال هذا الرسم البياني واضح إن وزارة الصحة هي كانت أعلى منشوراتها في إنستغرام كانت أعلى نسبة من حيث مخالفة معايير قابلية الاستخدام، وهذا يشكل طبعاً مشكلة بالذات للأشخاص المكفوفين والصم إنهم يحصلون المعلومات المهمة عن فيروس كورونا المستجد أول بأول، فهذا شكل أكيد شكل مشكلة لهم خلال فترة الحظر. طبعاً هذه أمثلة على منشورات إنستغرام كانت مخالفة لمعايير قابلية الاستخدام. الصورة اللي على اليمين توضح دورة تدريبية عن بعد لموظفي القطاع الحكومي، حطينا الصورة وشفناها على قارئ الشاشة اكتشفنا أنه بس نفس الشيء راح يقول بس إيميج أو صورة، ما راح يقرأ شنو الرسم البياني الموجود داخل، شنو أوقات الدورة التدريبية ومتى وقتها، ما شرح ولا شيء عن المنشور. وبالنسبة لليسار هذه صورة عن فيديو، طبعاً الفيديو كان من وسائل التواصل من موقع وزارة الصحة، كان الفيديو في بس مقطع موسيقي وراء، حاطين الفيديو حاطين شلون طريقة إزالة القفازات خلال فترة الحظر، فما كانوا حاطين ما في كاتبين تسمية توضيحية، ما كانوا كاتبين شنو في داخل الفيديو قاعد يصير، فهذا هم شكل مشكلة للأشخاص اللي عندهم الأشخاص المكفوفين والصم.
وبالنسبة لنتائج تويتر، مثل ما قلنا قبل إن قارئ الشاشة ما يقدر يقرأ التغريدات اللي فيها رسم بياني، وأيضا عندنا التغريدات اللي فيها مقاطع فيديو هم ما فيها نص بديل بس فيها مقطع موسيقي. وبالنسبة حق نتائج تويتر أيضا اكتشفنا أن الأشياء عفوا التغريدات اللي فيها مشاهدات أكثر فيها عدد أقل من حيث مخالفة معايير نجاح في قابلية الاستخدام. طبعا أكثر الحسابات اللي بتويتر اللي مخالفة معايير قابلية الاستخدام ومنشوراتها ما يقدر يتابعها الأشخاص المكفوفين اللي عندهم مشكلة الصم، اللي هم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وزارة الإعلام، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية. أغلب تغريداتهم كانت غير متاحة للوصول، وهذه أيضا أمثلة على تغريدات تويتر كانت مخالفة معايير قابلية الاستخدام. الصورتين فيهم رسم بياني اللي على اليمين يوضح الناس اللي خالفت قرار حظر التجول، واللي على اليسار هم عدد تطورات مرض فيروس كورونا في السنة اللي طافت. أغلب التغريدتين هذيلا كانوا مخالفين معايير الاستخدام، ما كان فيهم شرح مفصل شنو موجود داخل التغريدة، فهذا هم يسوي مشكلة أو إرباك للأشخاص اللي يستخدمون قارئ الشاشة. وفي نهاية البحثين اكتشفنا أن أغلب المنشورات اللي تم نشرها بوسائل التواصل الاجتماعي الرسمية بإنستغرام أو تويتر ما تتيح حق الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى المعلومات اللي فيها المعلومات المهمة. وشكرا لكم. يعطيك العافية مهندس أشوق، شكرا جزيلا للشرح الموفي، وإن شاء الله نشوفه منشور قريب عشان الكل يقدر يفيده، أو حتى نسمع منك مثلا مقالة. فهذا اللي ودنا نشوفه أكثر من الإيفنت اليوم والمجموعة، أن نجيب أشخاص مهتمين نجمعكم مع بعض، تعارف، توصيل المعلومة، توعية ما بيننا، توعية في مجالات عملنا، توعية في مجالات أهالينا، شو ممكن نحسن نطور من المجال أو من إمكانية وصول التكنولوجيا، من قابلية استخدام التكنولوجيا إذا كنت مصمم أو مبرمج أو غيره، وين المعلومات اللي نقدر نوصل لها، شنو اللي نحتاج نعرفه كان من training أو كان من منصات توصل موجودة عندها المعلومات اللي نحتاجها، نسهل على بعض أن نتعلمها ونوصل لها. فإن شاء الله استفدنا واستفدتوا، ونشوفكم على خير الشهر الجاي. إن شاء الله. يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك، شكرا شكرا. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. إن شاء الله.